لطيفة السفياني رئيسة الفضاء الجمعوي، أولا كنشكركم على الاهتمام ديالكم بهذا الموضوع. إذا كما لاحظتوا كما تبعتوا معنا هذه كتجي المائدة المستديرة الثانية اللي كينتظمها الفضاء الجمعوي بشراكة مع الائتلاف المغربي للعدالة المناخية وكذلك بشراكة مع أيبون انترناسيونال وكذلك مع الشبكة العربية للمنظمات الغير الحكومية للتنمية، كذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية ومجموعة من الشبكات والجمعيات المجتمع المدني سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. إذا كدخول هذه المائدة المستديرة اللي جات من بعد كوب 27 المنظم بشرم الشيخ بمصر، وكتدخل في تتبع السياسات العمومية اللي كتخص التغير المناخي، وخاصة أن المغرب كباقي دول العالم كيعيش واحد عدة أزمات مناخية اللي لها الأثر سواء على الشعب أو على الساكنة أو على البيئة داخل المغرب وخارجه. احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال مثلا الفيضانات، الجفاف، ارتفاع الحرارة، يعني كنعيشوا الازمات اللي كي الازمات ديال تغيير المناخ. اذا كما قلت لكم في الاول على اساس ان هذه المائده المستديره كان سبق لنا ونظمنا مائده مستديره نهار 12 في هذا شهر نوفمبر، وكانت بالموازاه مع مؤتمر المناخ كوب 27 بمصر، على اساس اننا كنا كنطرحوا مجموعه ديال التساؤلات فيما يخص التزامات الدول الكبرى في علاقه بالدول الناميه سواء على مستوى الفينانسمون يعني التمويل سواء الأزمات أو المخاطر اللي كيعيشوها الدول النامية، تمويل كذلك جميع البرامج اللي من شأنها أنها تحد من 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 تداعيات الاحتباس الحراري أو بصفة عامة التغيير المناخي، كذلك الالتزامات الدولة فيما يخص سواء هدف ديال التكييف أو التكيف على حسب المصطلح كل واحد وكيفاش كيسميه بين المشرق والمغرب. إذا كاين مجموعة ديال الالتزامات ديال الدول الكبرى. إذا اليوم هاد المائدة المستديرة اللي جات من بعد كوب 27 كنحاولوا من خلالها أننا نديروا واحد النوع ديال التقييم ولو مبكر للمخرجات ديال هاد المؤتمر ديال المناخ. وكما تبعتوا ان على اساس ان المجتمع المدني كيطالب سواء على المستوى الوطني مثلا، حنا اهم شيء اللي عندنا هو ان نستحضروا المقاربه التشاركيه عن المجتمع المدني سواء في بلوره او تنزيل او تتبع السياسات العموميه او الترابيه اللي ذات ارتباط بالموضوع، كذلك الوصول للمعلومه، كذلك توصيل صوت الساكنه بالنسبه للجمعيات اللي كيشتغلوا مباشره مع الساكنه، لان بغينا ولا كرهنا الاثار السلبيه ديال تغيير المناخ كتكون على الساكنه وخاصه النساء، وحنا كنعرفوا بان النساء هنا اكثر عرضه للفقر، اكثر عرضه للاقصاء، اكثر عرضه للهشاشه. اذا مستحضرين هذه المقاربه ديال النوع، ومستحضرين المقاربه ديال العداله المناخيه والعدالة الاجتماعية. وعلى المستوى الدولي كنشوفوا إلى أي حد ممكن الفضاء الجمعوي وممكن الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، على أساس أننا نمشي في واحد البرنامج ديال الترافع من أجل مؤسسة العدالة المناخية، واننا نضمنوا الحق ديال الشعوب في الحياه الكريمه. وحنا كنعرفوا ان مجموعه ديال الدول مثلا اللي كتعيش واحد لا سوبمرجيون بسميتو ديال المياه، يعني ان بعض الدول هي في طريق الانقراض. وانتم كتعرفوا كذلك، نعاود ونقولها، بان المغرب توا عرف عده ازمات سواء الحرائق الغابات سواء الفيضانات سواء ارتفاع الحراره، الجفاف، قله مياه الشرب. اذا كاين مجموعه ديال المواضيع اللي عندها علاقه بهاد المخاطر هذه، وهنا كنناديو من في هاد المنتدى اللي خاص غير بالمجتمع المدني اننا نوصلوا صوتنا للمؤسسات الحكوميه من اجل تسريع
بسياسات تكون في الحقيقة كتضمن هذه العدالة المناخية وكتقينا أخطار التغير المناخي. وشكرا لكم مرة ثانية على الاهتمام ديالكم. اتفاقي مع المقاربة اللي مشى فيها الأستاذ سعيد السعدي إنه هو العرض اللي سمعت له بشكل كامل. أعتقد بأنه لا بد ما يكون عندنا واحد الوعي أساسي. لا يمكن أن تستمر نمو اقتصادي بالعالم بالوتيرة التي يسير فيها واحد يعني تطور اكسبونونسيال خطير جدا في وقت ثروات غير متجددة محدودة في الحياة. نتذكر جيدا تقرير اللي كان في 1972 ديال ميداوز. تقرير ميداوز هو سيتان سيميلاسيون الموديل اللي ساد في العالم. سيميلاسيون على مدى قرنين 70 سنة كان حسابها بأرقام حقيقية من 1900 إلى 1970 ما بعد إلى 2100 هو مقاربة بالإنسيميلاسيون موديل في الأورديناتور وأعطانا كل مؤشرات تطلع وتتنزل كاملة. كل ثروات توصل الآن بيك وتتنزل. الطاقة المعادن الفلاحة كل شيء بما فيها الساكنة تطلع وتتنزل لواحد المستوى. وللتذكير بأن هذا التقرير كان هو عبارة عن تجريب في الكمبيوتر في 1992 مع مؤتمر الأرض إعادة تجربته من جديد وأعطى نفس المناحي انطلاقا من معطيات جديدة وحقيقية. إلا سمحتي لي كمل باش نعطي الأجوبة. 2004 نفس الشيء. 2012 آخر جديد لهذا التقرير ويعطي بأن المنحة يسير في اتجاه انهيار إمكانيات ديال الحياة فوق الأرض إلا استمرنا بنفس المستوى. وللعلم البيك ديال البترول وصل تسجل 2006. إذن نحن نعيش مستقبلا خطيرا جدا يتطلب التكيف بشكل آخر ويتطلب العمل في كل المستويات المحلية والوطنية والدولية.